Diagnosis or treatment testing. Libyan, lymphos, Manush.
Thank you.
يبدأ الفيري الموجود في الفقير مرضى بيبقوا تنجل في الفيري فيجن قبل ما تبقى في سيلز في الوضع يقول ما فيش وضع لا بيبقى فيري فيجن فعلا بنعمل لهم في وجود بره بنلاقي كتير يعني في نسب عندهم معينه يقدر يبدا بيها العلاج يعني بيبقى في بيبر دراكس جديد بيسمي زيتون كاميرا بيتحمل بطريقه معينه جهاز جديد كنت شغال عليه دور على الفريم يعني بيشوف كمان حتى النتائج مش السيلز لا الفريم وصلت قد ايه قبل وبعد وده عباره عن سنسيزون بيتعمل بطريقه معينه بشيء معين غريب اصلا لكن هم بيعملوه مبدئيا بدل ما يطوروا الجهاز بعد كده بس بيشوفوا الايفكت بتاعه. هو ده يبص مش ثيرابيوتيك لا ثيرابيوتيك الفريم ليزر هو اللي هو لكن انا بتكلم ان هو الجهاز ده كريم فور كريم او فاكتيريو جاي عباره عن سنسيزون بيتحط على الكورنيا بطريقه معينه تغير الالكتريسيتي بتاعت البلس والماينس والبرونز اللي موجود في الكورنيا فتغير الابزوربشن بتاع الكورنيا بتعمل فيوجن للسيليكون بطريقه معينه لان الفيوجن شامبر بيستفيد بدوس عالي سيمبل يعني 1 سيشن 1 مينت هو الحل ده افضل ولا الفيوجن كونتينوس 1 مينت ولا 2 مينت هم بيفكروا يدوروا على طرق اخرى للكورتيزون بطريقه مور سيف انها تدخل جوه الاي بطريقه يستوعب منها. الحاجه الثانيه بالنسبه للفوتوكوب كان في كتاب جميل جدا في الجهاز عامل مقدمه ظريفه قبل ما يتكلم عن الكوتش في الجهاز. عمل استادي ظريفه جدا زي ما تاخذوا منها كتير انه دور في مباراه الشطرنج العالميه على المتسابقين شافهم وراهم ان لوحه الشطرنج معينه فيها بعض التحركات قطع وكل واحد من المتسابقين خلى يبص عليها انه ممكن تعادل من السنه تقريبا 12 سنه. بعد كده طلب منهم كل واحد فيهم يرسم اللوحه اللي شاف افتكر كم قطعه صح. وجد ان ذا موست اكسبيرينس بيرسون افتكر ان نمبر 1 كان عندهم مرشح رقم 1 افتكر 93% من القطع. في حين اقل واحد وصل في حدود 40% او 50% مش متذكر من المعلومه. لما سالوا بقى واسالوا انت عرفت ازاي القطع؟ قال انا ببص على اللوحه مش 1 بيس يفكر في القصه كتوب داخل الراجل مش فاكر ده في مقدمه ابروش الجهاز انك ما تفكرش في ساين معينه وتبص ده هو ده لازم زي ما قلنا الايج ريليشن 6 لما تسمع عن فيوكس اول ما كنا بنذاكر الفار سيستم فيوكس يعني ايه؟ يعني مين ميدل ايج 1 3 خمس نقاط مثلا بقى محفوظهم اعرف ده وانس الثاني سيناريو في الاختبار وانس تاني بي كي اتش كيس برضه سيناريو خلاص دي بي كي اتش مع الوقت بيحفظك بالذات اختبارات الاف ار اس بتحفظك السيناريو وده من افضل الطرق اللي لما كنا هناك موجودين بره كانوا بتوع فتره يجيبوا لك كل فتره كيسز وبسيناريوهات ويقول لك واتس يور فيرست استيميشن يعمل لك تيست كل فتره عشان تشغل يجيب لك حاجات يعني مريض واحد اثنين ثلاثه وعنده حاجه معينه خلاص يعني بترتبها في الوضع دي خلاص تبقى وضحت لك الصوره كلها فدايما فكر في الجايز كده مع الوقت مع الاكسبيرينس ممكن حاجه تجيلي انا مش هعرفها لان انا مثلا ما شفتهاش كتير في الوضع. اول ما تيجي الدكتور الرؤية لا هتعرف لان انا شايف منها واحد واثنين ثلاثه فيها تغيير معين انا ما شفتوش قبل كده غيرت الصوره قال لي المباراه دي اول ما اشوف لا ده في كذا كذا انا شفتها قبل كده فالموضوع بيبقى ياخد وقت ياخد يعني كان الدكتور كوستر يشوف الحاله يقول دي انتر اوبرا لينفوما وهي بلانش بين اوكلوجن ريزيستنت فور تريتمنت والمرضى والمريض بيتعالج توفى ثم نيو وقاعد يلف لا تدفع على الراجل ده يبص يفحصه ايه اللي عندك؟ قال له انا ما اعرفش اللي عندك ايه بس انت جيت وانا اعرف رقم بس كيس رقم واحد انتر اوبرا لينفوما يطلع يتعمل له بيترس بايبس وفيتس معين بيتعمل بره مش موجود هنا ياخد الاسبريكسين انترا بيتري المريض فيهم كومبليت فالقصه كلها قصه اكسبيرينس يعني مساله وقت بتجمع وكلنا بنجمع يعني انت لما بتعرف حاله تحطها في دماغك خلاص عمرك ما تسال زي ده هو نفس نظريه لوحه الشطرنج بص على الصوره كلها وتفتكر تفتكر ده كان جنب ده جنب ده جنب ده تفتكر الصوره كلها لكن لو بصيت على صاين واحد مش هتجيب حاجه الموضوع بياخد وقت وتريننج تقرا اكتر الكتاب برضه غالبا من المقدمات بتاعت المقدمات
هتلاقي موجوده كلها افيلابل في دي اف. تمام، ممكن نديها لحضراتكم، هتساعد جدا في القصه بتاعت الشغل. شكرا لكم. Так, девочки, что это?